كورال بسمة وزيتوني، وبأصواتهم يغنون 14 أغنية في بطاقة حب للبنان. أكثر من 40 طفلا وطفلة سورية نزحوا واجتمعوا في ورشة عمل إبداعية قبل أشهر، وبدلا من أن يعودوا إلى حياتهم أحبوا أن يواظبوا على الغناء وتمرنوا ليصبحوا فريقا واحدا يقدم أجمل الأغاني. هذول الناس عم يحبوا يغنوا وكتير ملتزمين، وما عاد فينا نقول لهم خلص المشروع رجعوا على بيوتكم. فصار في عنا مسؤولية تجاه شيء جسم جديد وخلق اللي هو الكورال، كورال بسمة وزيتونة، وصرنا نشتغل باتجاه انه هذا الكورال يستمر ويعمل اشياء تانية. حب نكون مجموعة واحدة عشان يطلع انه الحفلة تكون منظمة، عشان نطلع عملاح. اذا تعاوننا مع بعض انه بيكون الكورال احلى. انه نحن هون سوريين عم نقدم شيء للبنان، نحن بنحب لبنان، يعني مميز هيك، يعني بنظري مميز. نشتغل مع بعضنا، نغني مع بعضنا، نحب بعضنا، مو كل واحد لحاله، انه كلنا ايد واحده، كلنا ماشيين مع بعض، كلنا يعني رح نغني. ايه بنبسط كثير. ليش لان عم نغني منيح والناس يحضرونا ويفرحوا منا. ليس ما يقوم به الأطفال فقط الغناء، بل هم تعلموا تأليف الأغاني وتلحينها، ويصبحوا وبالتعاون مع مدربهم يغنون أغانيهم الخاصة. كل شيء حلو بالكرام، حب كل شيء، وعملنا شغلات كتير حلوة، وقد يعني أدكنا بالمدارس ما حدا كان يشجعنا أن نألف أغاني ونلحن وهيك شغلات. قبل ما نجع الكورال كنت بفكر لأنه أغني وأعزف، يعني أحقق أحلمي، يعني كل شيء، يعني صرت أغني وعم حاول أعزف كمان. استمتع معهم أحيانا أكثر من الكبار، لأنه في شيء عفوي أهم بكثير، في شيء له علاقة بال يعني مثلا على عكس ما بيتوقع كل العالم، هن بيلقطوا الرتم والإيقاع أكثر من البروفيشنال. فاجأوني بتلقيهم السريع، بتلقوا كيف بينضبطوا على الإيقاع، بيمشوا كيف بنسرع بنبطئ. في البداية كان الهرب من الحرب ما يجمعهم، لكن اليوم بات ما يجمعهم كورال غنائي، والأمل بالعودة للغناء لسوريا في سوريا.